دينو ثانية بيت دينو يا ابني دينو ادش خلاص يا عطية خلصت على الجهاز اللي دادي جايبه لي كله. دادي؟ دادي مين ده يا بنت؟ بابي برعي برعي المنجد بقى اسمه دادي يا بنت المنجدة. بقولك يا بنت صمت تام جري حالا تروح تجيبي لي الواد بتاع الدش. حاضر حاضر خلاصي اهو جه اهو اهمد بقى خلاصي. مساء الخير ده منزل الاستاذ عطيه ابو الضلوع. اه انت بتاع الدش؟ اسمها بتاع الدش اسمها انا المهندس فني الكترونيات. طب خش يا باشمهندس الكترونيات قول له الكلام ده جوه. حاضر يا فندم. مساء الخير مساء الخير مساء لمؤاخذه سوري انا اسف انا اسف انا اسف سامحني اصلا مساء الزفت والقطران عليك. انا اسف يا حاج انا اسف. انت بتاع الدش؟ ايوه يا فندم انا مهندس فني الكترونيات تحت امرك. ولا انا اسف ولا ايه في ايه يا فندم؟ عارف لو ما ظبطتش الدش ده انا هعمل فيك ايه؟ لا تقعد شوف شغلي كده مش هضربك بايدي دي. لا بلاش دي بلاش عشان دي ضربت العظماء اندرتيكر وهوجن. هو في ايه؟ انا هضربك بايه بقى؟ اه صاعق الناموس. صاعق ناموس؟ ايه ده انا حشره؟ هو ابوكي ماله مجنون ولا ايه؟ اهلا جوز حضرتك ليه عملوه ده؟ انت صباع من صوابعه. امرني يا فندم. انت شكلك مستبزني. اه مستبزك ليه يا عم؟ انا لسه انا جاي اصلح لك الدش. شكلك مستبزني. فين بطاقتك يا ابني؟ بطاقتي ليه حضرتك وانا على المحور؟ ايه موضوع بطاقتي ده؟ اديله البطاقه. اتفضل يا حبيبي بطاقه. اتفضل يا فندم ما تقلقش كله هيبقى زي الفل. تصدق شكلي اديتها للجنه وما ادوهانيش تاني. معلش 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 معلش. بطاقتك فين؟ ما انا بدور عليها حضرتك اصل انا اتفاجئت انا جاي اصلح مش جاي اطلع لجنه ولا اقدم في التجنيد. خلي موضوع البطاقه ده بعدين سيبني اصلح لك المصلحه. اوكي؟ انت اسمك ايه؟ ايه؟ اسمك ايه؟ مش مشكله اسمي خليني انا اعرفني بشغلي اعرفني بشغلي. ايه اللي هربان منك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه؟ قناه الساموراي. ساموراي ايه ده؟ انا عندي شويه قنوات بتنزل شغل احلى من اللي في الساموراي. لا قناه الساموراي بقالها 3 ايام بتقطع والنهارده قطعت. اسمع كلامي بس. اسمع كلامي. انا هجيب لك قنوات بتجيب شغل احلى من الساموراي. ايوه العظماء السته. سته؟ ايوه العظماء سته. ايه يا ابني العظماء السبعه؟ ما الزعيم بتاعهم مات من شهر. انت مش متابع شكلك مش متابع. انا هدلعك. سبعاوي مات. ايوه هو يعرف السبعاوي. سبعاوي مين ده؟ انا بهجس معاك يا اخ. واحد الله واحد الله. هو قريبه يا مدام؟ قريبه؟ طب خلاص لو سمحتوا عايز ريموت التلفزيون عشان ابدا اشتغل. هتلاقيه هنا ولا هنا؟ ادور عليه انا بشتغل عندكم مش بيتكم. الريموت فين يا عم؟ ما تهدى بقى وترطينا. دور على الريموت. انا ادور ليه وانا مالي ومش بيتك؟ اجري دور على الريموت. يلا هو طبيعي ولا هو اللي مش انتوا شكلكم انتوا اللي ادور عليه فين؟ دور عليه هنا. حاضر انا بشتغل عندكم. ودور انت كمان هنا. خد ايه اللي حضرتك ما في ممكن تقول لو سمحت؟ انا اقوم اصلك واخد نص الشقه فممكن يكون موجود. أول. ما بقومش انا اسف. انا اسف. اعتمد على نفسك. استنى اعتمد على نفسك. لف لف يا نهار ازرق ومنيل. طب حضرتك طب بسيطه انا ممكن انزل اجيب 12 ريموت واجي لك على طول. لا ليه ليه مش واثق فيا؟ بطاقتي بطاقتي معاك اهي. بطاقتي معاك اهي. لو مش واثق فيا انا شاكه ان هو اللي خد الريموت اصلا. ده نقاش. ده انت نقاش. ايوه في ايه نقاش؟ بس هوايتي الاساسيه واللي ناجح فيها الالكترونيات ما فيهاش حاجه يا جماعه. ولا ايه؟ ولا انا الريموت ده بالذات لازم تجيبه لي. عارف ليه؟ ليه؟ على هو ايه الموضوع؟ خير يا فندم؟ انا كان عيد ميلادي الاسبوع اللي فات. بس انا حضرتك طيب. وماما الله يرحمها جابت لي هديه قبل ما تموت الاسبوع اللي فات. امك ماتت الاسبوع اللي فات وبتتفرج على التلفزيون. ده انت البعيد ما عندكش دم. والله الراجل ده ما عنده دم. خلاص واحد الله. طب اعمل ايه؟ انزل اجيب لك ريموت واجي يا فندم. لا انا عايز الريموت ده. طب هو بتاعي انتوا اصحاب الشقه مش انا. الريموت ده بصي الواد ده انا شكلي فيه. شكك فيه ايه؟ وانا كمان شكه فيك ان انت اللي خدت الريموت. لا تبان عليكم عيله مجنونه وانا وقعت فيك. واحد الله واحد الله. تعالى بس ما تلبس. هو بيعمل بيوطي فجاه في وشي ليه كده؟ تعالى استنى. ايه ولا. ايه ده من الريموت اهو يا هوب يا هوب موت اهو. خد يلا موت اهو. اهرب اهرب وحياه امك بقى سيبك بتاعتك معايا. الريموت 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 تعالى. الحمد لله الحمد لله ما فيش حد شافني وانا داخل العمارة. انا هعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ يا نهار اسود. مين مين؟ الو فين الريموت؟ هجيبك. الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك. وادي التليفون وادي التليفون. اعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ الراجل ده شكله مش هيسيبني بحالي. من بيتك مين؟ الباشمهندس كريم النقاش. ازيك يا خالد؟ ازيك؟ ايه ده؟
مال لونك مخطوف كده ليه؟ بقولك ايه ما تقرفنيش، ازيك وماما عامله ايه؟ كويسه؟ انتهينا لا ولا لوني ولا زفت. قول لي لونك مخطوف كده ليه يا سيدي؟ انا مخطوف ولا حاجه خالد، ما تقرفنيش بقى. لا والنبي تقول لي. عليه الصلاه والسلام، انا فورت يا خالد وقررت اهرب. ايه ده؟ انت كمان؟ اه، وفي حد تاني هرب؟ انا كمان هربان. هربان ليه؟ من الاكتئاب. انت لسه عندك الاكتئاب؟ ما تجمد بقى يا خالد شويه بقى، عيب يبقى جاري كده، اجمد بقى. مش انا لوحدي اللي هربان، ده كل العماره هربانين. تكلم بجد يا تانيني، بقول مفيش حس في العماره. مين هرب يا خالد؟ عرفت انت ماجده اللي في الدور الاول؟ اه هربانه. هربت ليه يا خالد؟ بس مش كلها هربانه. مش كلها دماغها هربانة. بس اللي هربانه منها. ومين تاني؟ طنط سوسن اللي في الدور الاخير. هربت برضه؟ ايوه. الله، انت عارف كل الستات اللي هربت؟ مفيش راجل اخباره عندك؟ ما تجمد يلا وتقعد مع الرجاله بقى. بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه؟ تيجي نهرب مع بعض؟ وربنا ما هرب معاك. عايز حاجه تاني؟ ليه كده؟ كده والله ما هرب. اذا كان انا وصاي الناس كلها معاك في عماره واحده من رغيك ورزالتك. والنبي اهرب معايا، اهرب مش معاك. ههرب معاك، ما تقرفنيش بقى بدل ما اعورك. يوه ايه ده عيل الرزل ده؟ هو ده وقته؟ دماغي وجعاني وودني كمان وجعاني، مش عارف ارد. طب ايه، ارد لك انا؟ لا لا، هفتح السبيكر. الو، فين الرموز؟ تعطيه. عطيه مين؟ وربنا عطيه. ده عايزك انت. مش هبقى. ارمي التليفون، ارمي التليفون. ايه ده؟ ارمي، روح استخبى عند امك. اسكت انت. طب هكلمه، يمكن عايزك ولا لا. مش عايز، انا مش يا عايز. يا كريم تعالى هنا، انا بقول لك ابعد يا خالد. يا كريم سبحانك يا رب في حكمتك، فجأة قرر اهرب من بيتي ومن دنيتي اللي انا بحبها. واهرب عشان ايه؟ يا ريت عشان حاجه مهمه، حاجه تافهه. ريموت، ريموت. أسيب السطوح اللي اتربيت فيه وكبرت فيه، أسيب الدشات اللي كنت بلعب فيها رايح جاية وأنا صغير. دش دوت بتاع أنكل عبد الحميد اللي في الدور التاني، أنا عارفه، ركبته معاه، بس كان راجل رخم، أنا بوظهولي. يلا العرب سات الجميل بكل العمارة فرحت لما ركب، بس خلاص بقى أنا ههرب. هم يقعدوا يتفرجوا، إن شاء الله عنهم ما اتفرجوا على حاجة، بس أنا هبوظ كل الدشات. ممشيش انا وهم يطلعوا يتهنوا بالسطوح اهو، كله غلط. يلا يلا، والتكعيبه اللي انا عاملها بايدي، كل ده ريموت يضيعه. يا رب يا رب. ايه ده؟ ابويا ادعي لي يابا، ادعي لي يا امي، ادعوا لي في رحله الهروب الكبيره اللي هبداها. ما شاء الله عليك ابويا، بص ابويا كان برنس ازاي، وقمر، وامي وشها زي القمر، بس شكلها كانت بتشتغل عنده في الاول لان المستوى فيه فرق كبير. بس ام ابويا هعمل ايه؟ والنبي تدعوا لي. يا نهار اسود، انا فجاه قررت اهرب. طب اهرب اروح فين؟ ارض الله كبيره قوي، دي لازم خطه. انا اول هروب ليا في الشقه اللي تحتينا عند عمتي عدلي بتاع شهرين يهدوا عليا شويه، وبعد كده رحله الهروب الطويل شويه في الشارع اللي ورانا اقعدلي سنه يكونوا نسيوني، بعد كده اجي اختفي هنا بقيت عمري. هي دي خطتي بامر الله. رايح بقى عشان شكل الرحلة هتتعبني شوية. هو فين؟ هو ايه؟ مش عارف، احنا بقالنا 3 سنين بنسالها هو فين لحد ما نسيت احنا بنسالها عن ايه. كده القرصان هيبهدلنا، ده ممكن يموتنا. لا بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب. ايه هو؟ هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ هو ليه؟ هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ بتاعتي مضايقاني قوي، مش عارف ابرق. اعترفت سونسون؟ يعني ما اعترفتش. طبعا، وهتعترف ازاي؟ ما انا معايا 2 نسوان، لو معايا رجاله كانت تعترف، لكن انتوا بقالكوا 3 سنين بتستجوبوها. طبعا هتقعد تقول لي بقى. اوف جت. عارف انا بسكر اوفر كده ليه؟ عشان اغيب عن الوعي. رميتوا التلفزيون فين يا بت؟ وديتي الريموت فين يا بت؟ اه صحيح، ما انت في بلاستر، هتتكلمي ازاي؟ طبعا ما انا معايا جزء اخبيه بتستجوبوها وحاطين لها بلاستر. يا جدعان، ايه يا جدعان؟
يا جدعان رعوني بقى، ده انا بدفع فلوس ومهدد نفسي في الاخطار اللي في البحار وقرصان ونيل. الله يخ... ماشي ماشي، وديت الريموت فين يا بت؟ اكلمك ادي حجتك اهي. فين الريموت؟ ما خلاص تستهبل، مش بتلك الزفت. فين يا بت ريموت؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. تقول لك في الليفينج؟ فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم عند الليب. عند الليب. انت جبتها منين دي؟ الحلوه منين؟ من سافت. في حاجه اجدع ناس سافت وناس سافت. ثانيه واحده، ما ايه ما قالت؟ شلت البلاستر، قالت في الليفينج، مش محتاجه مجهود صح. انا في حاجه كده نفسي اعملها وانتوا حسيتوها. خايفين، انتوا خايفين صح؟ معلش معلش سكو مرس. ما بفهمش كلام. ايه الاوفر ده؟ انضربت بصاروخ. ايه يا عم ده؟ معلش مش هتفرق. بقعد ولا اقول لك سلامت. قتلتهم كلهم. لبستي الركاله. اسمع اللي عليك. الله يخليهم لك. اتكل على الصبر وانا اروقك. ايه ده ايه ده؟ ده انت فهمتيني غلط خالص، ده انت طلعتي مراهقه. انا راجل ما بركزش في شهواتي، انا عايز الريموت وخلاص. فين الريموت؟ لا فينك. يا لهوي يا لهوي يا فضحتي. بري يا بنت وانا اغتصبك، بقول لك هقتلك. عارفه ليه؟ عشان اتفرج بالريموت لوحدي في الليفينج. اي بقول لك ايه، بقول لك ايه يا بنت، الريموت الصغير بتاع الدش معاك؟ اه اوكي. طيب شكرا قوي. هات هات بق. انا مش لسه ضربك طلقتين، انت هتستظرف. مساء الخير ابو جمانه. ايه ده؟ انا رجلي الخشب منمله ليه كده؟